بدك تعمل عرض باوربوينت بلمح البصر، تعال على هذا الموقع اللي اسمه gamma.app/create. حيطلع عندك خيارات based in text, generate, import file or URL. وطبعا شو راح يعمل تحت الوصف تحت كل جملة. فأنا بدي generate مثلا، هون بدي presentation website ولا document، حخليه على presentation وأقول له بدي عن الهيلث فود مثلا. generate outline، حيعطيني الاوتلاينز اللي بده يحتويها العرض تبعي. لاحظ انه انا عندي 8 كارد، 15 وتحت كله بفلوس لحد 8 كويس، واللغات عندك موجودة من A to Z يا معلم، والعربية موجودة. هاي اخترت العربية، وحنقول له يا سيدي العزيز، او خلينا لانك كتبت عنوان بالانجليزي خليها بالانجليزي، هاي انجلش، وقول له continue. حنختار القالب، نقول له هذا القالب واعمل له جنريت. وشوف يا معلم شو راح يعطيني، عرض جميل خفيف لطيف. وننتظر المخرج يا حلوين، خليكم معي لحظات. بكل بساطة اعطاك هاي السلايد الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن. والله كلام كبير يا جماعة، كلام كبير. هاي قدامك السلايدات والعرض من A to Z. طبعا في عندك هون شغلات تعديل صور فورمات الى اخره، فيك تعدل على اي شيء بدك اياه بمجرد الكبس عليه، وتختار تضيف ملاحظات مع صور، معطيك تخيل مع صور، عرض مع صور. طبعا هون فيك تيجي تعمل هون بالسهم تشوف افيو، في عندك انت فول سكرين، شير فولو لينك مثلا، عندك هون ثيمز، عندك هون شير، حلو. ممكن تعمل له اكسبورت، ممكن تعمل له امبيدد شير الى اخره، بكل بساطه. وكلام كبير يا جماعه، كلام كبير يا جماعه. الموقع اسمه gamma.app/create. تحياتي لكم جميعا.